طيب الله وفقكم. طيب حادثة فظيعة جدا في الطريق، مش عارف الشرطة كان بتطارد عربية ولا ايه، بس العربية اتدشملت خالص. شوف العربية واقفة على سيفها، فغالبا لو كان فيها حد يعني اكيد ان هو مات. مش بدور على حد، مفيش حد، وما شكلهم ما طلعوش حد منها، فغالبا العربية دي كانت واقفة وحاجة خبطت فيها، لانه في عربية تانية مفيش ناس. حاجة غريبة جدا، أنا جيت متأخر ولا إيه؟ بس في سيارات شرطة، عربية نيو جيرسي، لكن واضح إن الحادثة كانت جامدة يعني جدا. يا رب تكون العربية دي كانت راكنة لوحدها، لأن مفيش حد، مفيش شكل حد طلع منها يعني. ولو كان أي حد فيها مش هيكون عايش. العربية اتدشملت خالص يعني، اتدشملت. عربية غالية فورد يعني، شوفوا يعني لو كان حد فيها. لا غالبا مفيش حد، عشان لو في ضحايا ما كانوش هيخلوني اقرب كده. الشرطة واقفة، واقفين الشارع من ناحيتين، في زي عربية كاسحة. هنشوف دلوقتي هي بتشيل العربية ازاي. ده دلوقتي وقت السحور عندنا يعني، انا مضحي بالسحور عشان اصور لكم المقطع ده. الساعة تقريبا 5 الفجر، حادثة جامدة جدا جدا يعني. والراجل اهو نزل بيدور ازاي يشيل العربية. العربية التانية اللي خبطة فيها نيو جيرسي دي عربية نيويورك. هو دلوقتي هيحاول يعدلها. لما يعدلها بقى هيبان كان فيها حد ولا لأ، لأن هو لو فيها حد يبقى لسه مطلعش. مش معقول يكون طلع من تحت أمر العربية. بصوا العربية، أنا هرجع لأنها ممكن ت ها 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 شكراً. عدلها ده الدمار، والبتاع الباج، عارفين الباج اللي هي بتطلع وقت البتاع من الخبطة اشتغلت. حتى العربية كانت مقفولة يعني، زي ما قلت لكم ما فيهاش فيها حد، والباك دي اشتغلت. فهو دلوقتي بقى هيغير وضعه عشان يعرف يسحب العربية. داس على الازاز المكسور. الشرطة بتديني نور في عيني يعني. فكرة مش أي حد ممكن يصور كده يعني. الحادثة دي بتاريخ آخر يوم في شهر مارس. شوف الراجل ده ازاي متمكن من العربية، قاعد يعمل خمسات في حتت قليلة. أيوة ده عربية عادية يعني، ده معدي ده ازاي قاعد ينوروه نور. الراجل بيقول له ايه، ارجع لي يا حبيبي، استنى ارجع لي. هينزل الراجل الفني الخبير هيربط. التاني بيفتح العربية، متأكد إن مفيش فيها حد، العربية مش قافلة على حاجة. هو بيفتح العربية عشان يشوف لو كان في أي حاجة. دلوقتي ما عاد قدامي الفجر هنا، كنت عايز أشرب مية.
الراجل بيفتح العربية عشان يشوف اسمها ولا اسم صاحبها. طبعا الله يكون في عون صاحبها يعني، يكون قفل العربية. فجأة اللي هي اتقلبت دلوقتي عايز حالها، بيحط الراجل بيحط الجلاش ده في حتت معينة في العربية عشان يسحبها من غير ما يأثر عليها. الظابط يمشي بقى ويفك البريك، في بريك بس المفروض يكون لابس جوانتي عشان البصمات ولا اي حاجة، مش عارف هو بيعمل ايه بس هو تقريبا بيفك البريك، بس هو لابس جوانتي. شوفوا بقى قوة السحب، صح الدنيا برد جدا. الطاره بتاعت العربيه مش مظبوطه، لازم يعدي المكان فاضي العربيه. دلوقتي اللي هو بيعمله ده ان هو بيعدل اتجاه السحب، فبيعدل الاطاره بتاعت العربيه. حط رجلها على اول الطريق، يخش العربية يعدل وضع الطارة، يفك البريك. دلوقتي السحب هيكون أسهل، الراجل ده فني جدا يعني، كل حركة بيعملها عشان يثبت حتة معينة في الشوط. الطريقة هتخلص، يطلع العربية على بر الأمان وربنا يعوض على صاحبها. الحمد لله لو ما كانش فيها يعني قضى أخف من قضى يعني، وكده العربية هتتصلح له أصلا من غير ما يدفع ولا حاجة لو ما كانش توتال لوس. شفتوا بقى المكابس الأمريكية المظبوطة والعملاقة، كل حاجة بتطلع على حاجة وبعد كده بتتسوى العربية. بس الراجل ده خبرة الصراحة يعني، راجل لوحده وعمل كل ده عشان عنده مكان عنده. شوف دلوقتي هيعمل زي فرامل العربية من ورا عشان ما تتحركش كده، بيربطها. شوفوا God bless أمريكا والله. الونش ده غالي جدا يعني، تكلفته اشتغل عليه نكون مرغبين. شايفين بقى هيعمل ايه في الآخر، الله ينور يا اسطى. والله كان زماننا لسه في الصناعية بنجيب ناس تزق. تروح بقى يستعدلوها بقى الرئيس عوكل، يستعدلها. الله ينور يا اسطى، والله جود جوب يا حبيبي، جود جوب والله. ماشي، اتكل على الله انت بقى.
له فين العربية التانية، يقول له تعالى بقى عندك طلعة تانية في عربية تانية مكسورة، هيروح يبص على العربية. أيوة بص شوف العربية التانية دي ينفع ياخدها معاها ولا يركبها فوق ولا حاجة. اترفعت على الأرض خالص، استعمل الطارة بتدور. يعني العربية اللي هناك دي شوفرليت أقوى من العربية الفورد. لما أشوف هي اشتغل بعد الحادثة وهي اللي خبطة مشيت عادي. شوف الراجل ده مثلا لازم يكون بيعرف يسوق وبيعرف يسحب وبيعرف يركن. بيعرف يعمل حاجات كتير أوي. هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ شوفوا بقى، والله جاد بلاس امريكا برضه مرة كمان. هيسحب العربية التانية في نفس الونش، شوف هيسحبها ازاي. يظبطها الجلانش بتاعه كده. ايوه بس شوف 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 اسحب يا ابني عشان العجل ما يلفش منه، العجل قدام ما يلفش. بس ظبط ايد ورجل ودماغ مش شغاله مش بتنام. I don't know this accident. I don't see the accident. You know who caused that? No. Who? I don't know. In fact, I thought you know. It's New Jersey. People bullshit. Yeah, drinking people, no? طبعا بيسألوني، طبعا الضابط ده يعني جه واقف قدام الكاميرا، اقول له امشي ولا ايه؟ والله انا بس عايز احيي الراجل الجهبذ اللي جه خلص الليله دي. يعني شوفوا واحد بس يلا دي العربيه اللي اتأثرت ودي العربيه اللي خبطت فيها. هحاول اجيب لكم ارقامها عشان اللي يشوف صاحبها لو شاف الفيديو يعرفه. عامل الشرطة بتمشي في الطريق الموضوع ما خدش يعني بتاع. خدوا الكوريلا وفتحوا الطريق للمشاة وتحيا رجالة الأمن الصراحة. الطريق فتح بقى عادي خالص. طب يا جماعة كل يوم سبسكرايب الصفحة بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن، هوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف موجود في العالم. دي بقى اثار بقى الشارع ده هينضف بقى ان شاء الله. دي ميه وزيت على فكره، مش دم ولا حاجه. في عربيه ال سي واقفه. وريت كل يوم سبسكرايب للصفحه بتاعتنا على اليوتيوب. ده مطعم مغربي انا بحبه، اشتروا من عنده. وريت كل يوم سبسكرايب للصفحه بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن.